في تجمع حضرته جمعية جزائرية نشطة بفرنسا، طالبت فيدرالية الجزائريين بفرنسا السلطات الفرنسية إرجاع جماجم شهداء المقاومة الجزائرية خلال بداية الاحتلال الفرنسي، وهي جماجم وضعت في متحف الإنسانية بباريس. وأجمع الحاضرون على ضرورة التجند الشعبي وكذلك تجند جميع الجمعيات المجتمع المدني، وهذا من أجل الضغط على السلطات لاسترجاعها. إذاك في حالة وين ما فرنسا يعني لا تريد أن الاسترجاع أو ترد يعني جماجم الشهداء، في هذه الحالة إن شاء الله أنا أظن أننا نقوم بمسيرات أمام المتحف. دعوة الجمعيات الجزائرية النشطة بفرنسا إلى استرجاع جماجم الشهداء المقاومة الشعبية إبان الاحتلال الفرنسي لاقت الدعم من قبل الناخبين ذو الأصول الجزائرية وكذلك الحقوقيون المختصون في القانون الدولي. C'est vrai que les crânes de nos martyrs n'ont rien à faire dans des boîtes à chaussures dans un musée et ces crânes appartiennent en fait au peuple algérien. Maintenant comment faire pour faire circuler cette pétition et faire connaître d'abord cette histoire? من هنا نطالب السلطات الفرنسية أن تسارع باسترجاع هذه الجماجم، وندعم السلطة الجزائرية في استرجاع الجماجم للجزائر. إبراهيم سنوسي أحد الجزائريين الذين وضعوا عريضة عرفت إمضاء حوالي 30,000 شخصية من أجل استرجاع جماجم الشهداء من متحف الإنسانية، مبادرة ينتظر أن تلقى رد فعل ملموس من قبل السلطات الجزائرية والفرنسية. لأن الجماجم موجودين في متحف الإنسان، لهذا نخاطب مدير المتحف الإنسان ونقول له يرحم الوالدين رجع لنا الجماجم تاع الدولة تاع الوطن الجزائري. وتثير قضية استرجاع 36 رأسا لشهداء المقاومة الجزائرية أمثال شريف بوبغلة زعيم المقاومة الجزائرية بمنطقة القبائل، وشريف بوزيان زعيم مقاومة الزعاتشة، والتي هي مخبأة بمتحف الإنسانية بباريس، جدلا كبيرا في أوساط الجالية الجزائرية بفرنسا، حيث تعتبرها قضية أخلاقية وإنسانية مرتبطة بتاريخ الجزائر وأرشيفها بفرنسا. لقناة شروق نيوز، محمد بوشيبة، باريس.